في الفيديو ده هنتكلم عن 3 تمارين عشان تخلص نهائيا من الكرش، ومش هتحتاج تروح الجيم عشان تعمل التمارين دي. يلا بينا نعرف ازاي. السلام عليكم ورحمة الله، انا خضر مظهر وانت بتتفرج على مصر الفوبول. لو اول مرة تتابعني ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة، ولو متابعني ومشرفني ليك فترة ياريت برضو تنزل تعمل لايك للفيديو. دهون البطن او الكرش مشكلة ما فيش حد الا مشتكى منها، وتكون لها اسباب، واسبابها باختصار انك ماشي بنظام غذائي مش صحي. كل دهون ونظام غذائي فيه سعرات حرارية كتير، فبتتخزن السعرات الحرارية العالية دي عندك في الجسم، وكمان ما فيش مجهود مبذول عشان يبدا يحرق السعرات الحرارية اللي عندك. بالاضافة لده كله بتلاقي ان عضلات البطن عندك ضعيفة، وبالنهاية بيظهر الكرش اللي هو البعبع بتاعنا. عشان تفهم بالظبط هتلاقيني عامل فيديو شارح فيه اسباب دهون البطن بالتفصيل، تلاقيه ظهر فوق في علامه الاي، وكمان سبته لكم تحت في صندوق الوصف. نخش في التمارين. اول تمرين معانا اسمه فاكيوم اكسرسايز، والتمرين ده هتشفط فيه بطنك. خلاص امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ بسم الله ما شاء الله. التمرين ده بيركز على عضلة اسمها ترانزفيرس ابدومناس، والعضلة دي اشبه بحزام لافف البطن كلها او كرسي بيشد البطن، عضلة واخد البطن كلها. التمرين ده هتعمله ازاي؟ هتاخد نفس وتطلع النفس ده بالراحة، وانت بتطلع النفس اتأكد انك طلعت النفس كله لحد ما تحس انك وصلت بطنك لعمودك الفقري، وبتستمر في الوضعية دي 10 ل 20 ثانية. بتكرر التمرين ده 3 مرات، وما تزودش عن تكرار التمرين ده 5 مرات ورا بعض عشان ما تحسش بدوخه. والتمرين ده ميزته انك ممكن تعمله وانت قاعد وانت واقف وانت نايم، مش مربوط بوضع معين. فائده التمرين ده انه بيقوي عضله اسمها ترانزفيرس ابدومينال زي ما قلنا، وبيخليها تضغط الاحشاء لجوا وكمان تلم البطن. تاني تمرين معانا وهو تمرين بلانك، وده من اشهر التمارين اللي ممكن تسمع عنها. التمرين ده بتعمله ازاي؟ انك هتنام على بطنك وبتبدا تبعد ايديك شويه عن بعضها، وبتخلي كوعك 90 درجه، وبتكون في نفس الوقت واقف على مشط رجلك، وبتبدا تشفط بطنك وبتضغط عضلات المؤخره عندك، وبتستمر على الوضع ده اكتر وقت ممكن تتحمله، وبتكرر التمرين ده 3 مرات. تالت تمرين معانا وده تمرين اشبه بالعقله، وعشان تعمله انت محتاج بار او عقله معلقه في السقف. هتمسك البار وتبدا تثني فخذك وركبتك عليك وتجيب الركبه ناحيتك، وبتكرر التمرين ده 10 مرات في 3 مجموعات. وفائده التمرين ده انه بيأثر على كل عضلات البطن، وبالاخص عضله اسمها ريكتس ابدومناس، والعضله دي اللي بنسميها في المصطلح العام بتاعنا سكس باك، واللي بتدي الشكل المقسم للبطن. يلا يا عم اديك عرفت ازاي تتخلص من الكرش، وكمان عرفت ازاي تظهر السكس باك بتاعك. ما تنساش تشير الفيديو ده لاي حد تعرفه عشان يتخلص من الكرش. كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى اكون فدتكم. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.